قريت شنقريحة قال لهم ما نخافوش من الحدود. شو يقول لك يا شنقريحة؟ لعنك الله وأخزاك يا المعزة، صال شافر كما كان البقرة اللي قبلك. سكي سباس او نيفو دو نو فرونتيير كون لارمي نو برون با لي دوفون سا فا تو ديباسي. بصح انت على بالك راك محصل في ألجي، على بالك الضرب راح يكون في الشعب اللي راه متاحم للحدود، الضرب راح يكون في داخل الوطن، ما راحش يقيسك انت يا وجه المعزره. تشوفوا راسولي لو بابل ماشي هكذا، ماشي تبيعوا للتراكا وتبيعوا للامارات يعني لا نوتراليتي نتاعكم، الحياديه نتاعكم، الحياديه نتاعكم اللي بعتوها كلكو مليار دو دولار باش تشريو السلم الداخلي، راح تولي علينا بارهاب عظيم. محاوطنا من موريتانيا حتى ليبيا. شو عملي؟ وهنا نوجه نداء للضباط وصف الضباط والشباب اللي في الجيش الوطني الشعبي، هذا الناس حين يؤديكم للتهلكة، حين يؤديكم للتهلكة. درك أنا من الناس نطالب الجيش أنه يتمرد، ما تقبلناش نقريحة لا علي بن علي، لأنهم هادو خونة. 13 جنرال ورقم 14 معهم شنقريحة خونة برك، وزيد معهم حكومة التبون اللي حطوها والحكومة اكسترا، خونة رسمي اوفيسيال خونة، باعوا تزايا. كيف صنعتوا بلي من بكيس الجنير وفي ديزين؟ نعم دول كاسي دي التراتر، التراتر ماشي ماشي التراتر في الخفاء، التراتر في العلن، خونة علنيا علنيا. وارواحوا قابلوني أصحاب سلمية سلمية، كيفاه تواجهوا الخيانة بالسلمية السلمية؟ أنا ما نعرفش، علموني ماذا بكم أو موا نعود مانيش جاهل، نتعلم كيفاه نواجه الخيانة الأمن الجزائريين بالسلمية السلمية. علموها لي ماذا بكم، ندعي لكم ليل ونهار. هادو خوانا تبون وقيادات وقوات وقيادات النواحي والأركان، خوانا سي دي تراتر، دي تراتر على الجيل. مسيو رحماني وصي فرتني أموكو كاين دي كادر دي كادر على الاربي كي ونتي مي على الرترات عرف كي زابي دي كومبيتانس وكان يجمو يكوبرون دي نوم سيرفيس على الارمي الجيريان. سي نورمال مادام الخوانا حابين يحكموا البوفوار سي نورمال، جميع من عنده فيه الروح الوطنية يخرجوه رترات، جميع من عنده كفاءة وروح وطنية ماشي يخرجوه رترات، كيما قتلوهش ومليح أو مليح. أباك شو معناتها واحد عنده كفاءة وعنده روح وطنية خطر على الخماج هذا. ما في شوفوا لي جينيرو لي خونو ils ont pu par quitter le pays comment ils ont fait c'est qu'il y a des complicités وشوفوا الغديري اللي ما عنده اوكين افير. شوفوا نص دار وجماعته باش يفهم الشعب الجزائري، ما هربوا لا من بقرة الاركان هذاك اللي قتلوه، ما هاربين من شنقريحة، قضية إعلامية، اخرجوا باش نحميوكم في الخارج وما نديوكمش للحبس، مصالحهم محفوظة. نعت لي برك واحد من اللي يقولوا عليه بالعصابة في الحبس سيزاو الأملاك نتاعو. نعت لي واحد من العصابة اللي في الحبس دناو الفيلات نتاعو. أوكا. نعت لي واحد من اللي هاربين في الخارج دناو المصالح نتاعهم في الداخل. أوكا. هادو خوانا. ما داوش سيارة من سيارة تاعهم. بارك الله فيك. دونك الأمر واضح. أمر واضح اللي حاكمينا خوانا جهلة وكذلك ما عندهمش كفاءة، ما عندهمش كفاءة. جاء الوقت الشعب يقول باسطة، يقول فضينا، يقول خلصنا. وأنا أقول للشباب علاه تواجهوا الركا والحوت في البحر، واجهوا بني الكلاب اللي يقتلوا فيكم، لا رايح تواجه الموت في البحر وانت بلادك غنية، واجه هاد ابن الكلاب. واجه هاد المعيز والبقري اللي حاكمين الجزائر. ربما الشعب مالاش باغي نوض ديسيني نوار. ساجي با ديسيني نوار. هاو جابوا له الكورونا راح يقتلوه. هاو يقتلوا فيه باش تا الوسائل، شنو ديسيني نوار؟ بركاوكم من الكذب هذا والتخويف هذا.
شو من ديسيني نوار؟ إرهاب هما اللي خدموه، الفيس هما اللي خلقوه، الجية هما اللي خلقوها، المية هما اللي خلقوها، لاياس هما اللي نتراليزوها وخلقوها. وش كاين فوق نارات؟ ورانا نشوفوا شكون دعم المافيا درك في التيارات السياسية. حقيقة التيارات اللي استفدت من النظام، التيارات الإسلامية ولا سي دي ولا فافاسي كومباني اللي عندهم ناس في البرلمان يجيو ينبحوا معنا هنا في ريبوبليك وينبحوا في الجزائر. بصح البرلمانيين تاعهم مازالوا، المياه تاعهم مازالوا، لي زابيبين تاعهم مازالوا. لازم الشعب يحل عينيه. حل عينك ناس صعب بحيث سياسي صح يزاكريمون تاعو يحرقوا، والممثلين تاعو اللي في البرلمان واللي في الولايات يستقيلوا بكل. هذا حزب سياسي صح رافض للنظام، كيعاد النظام يهدد الامن القومي نتاعنا. درك عجزنا من السرقه والنهب والاحتيال والنيو كولونياليزم، دوك اللي نال تهديد الامن القومي نتاعنا. رحماني ناس لي سيت انفورماسيون يقولوا، خليني نكمل لك السؤال، بلي هدى فرعون حاولت تغادر الوطن زوج مرات، الباسبور تاعها الباسبور تاعها دبلوماتيك عاود الباسبور تاعها عادي ومنعوها. انا نقول لهم هاد الدوله كنت خدمتها مين حولاش الباسبور يدخلوها، بيسكو راهي متهمه وراه كاين دي تورو مكبر في السيكتور تاعها. شاف انا نجيب السؤال تاعك. شاف شنو لهم؟ انا مخير فيكم هذا المعزه تاع شنقريحه والله وجه العتروس نتاع تبون. دخل هدى فرعون للحبس، كان كراجل كان كرقبه. هدى فرعون ماشي ديتورنمون ايكونوميك، هدى فرعون انتيليجونس افيك لينمي، ذكاء مع العدو. هدى فرعون سي اون اسبيون اي جو سي بار كيل سيرفيس الا ايتي ريكروتي اي ترافاي بور كيل اونتيتي. وانتم على بالكم بلي الكلاب الراجل فيكم يدخلها للحبس. رجاله دخلوا هدى فرعون للحبس ودخلوا معها ناصر بصح بتهمة انتليجونس افيك لينمي، وعندكم كل الدلائل وكل المواصفات نتاع الانتليجونس افيك لينمي. انا على بالي وانتم بني الكلاب الشمايت على بالكم دخلوها يا طحانين اون اسبيون سيركل البرا ونشطاء سياسيين وطنيين ما نتفاهمش مع دين باباهم راهم في الحبس. بونت الشيان ماكمش رجالة، ماكمش رجالة، لبسكم الطحين. رفعوا تحدي سي رحماني تبع نفعوا تحدي نقرا واد العرب. هدى فرعون اون اسبيون كيما ملجي ملجي سيت ان اسبيون وعنده توتا ريزو وحكمه بور اسبيون وهضرناها من قبل ما يعرفوا. هدى فرعون سي اون اسبيون الراجل فيكم يدخل على الحبس. سي فوزات ديزون دخلوها هي وناصر.